ايضا دكتور مجدي علام مستشار برنامج المناخ العالمي. دكتور مجدي، يعني تحديات كبيره، يعني مصر بصوت العالم النامي في هذه المفاوضات، تفتكر لو بنحط الاجنده دلوقتي، ايه ابرز ثلاث نقاط لابد ان تتصدر هذه الاجنده؟ النقطة الأولى أن الدول المتضررة لا تتساوى بالدول المضررة. نعم. يعني هناك دول صناعية كبرى تسببت في ضرر بالغ للنظم البيئية في دول معظمها في قارة أفريقيا، رغم أن قارة أفريقيا انبعاثاتها من غازات الجي اتش جي أو غازات الاحتباس الحراري لا تزيد عن 4%. وإن كنا بنأمل في بيان جلاسكو إنه يتم النص، مش يعني خفض تدريجي، إحنا كنا بنتكلم على التخلص التدريجي. ودي الجملة اللي تم تعديلها في آخر لحظة قبل التوقيع على البيان الختامي، إنه الخفض التدريجي غير كلمة التخلص التدريجي. الخفض التدريجي اللي طلع بيه البيان يعني ان انا هعمل تخفيض لكن مستمر في الفحم والوقود. ما هو لسه هذا الصراع موجود بين الدول المنتجة للفحم والدول المستخدمة للفحم، وبين الدول التي تريد، او بين الضغط طبعاً. ان الدول انها طب ده اول نقطة. تاني نقطة، النقطة التانية طبعا انه اتفاقية المناخ زي ما الرئيس عبد الفتاح السيسي قالها في مؤتمر، لو تتذكري حضرتك، اتفاقية التنوع البيولوجي اللي عقد في شرم الشيخ، وده المؤتمر اللي على أساسه دول العالم لم تتردد في الموافقة الفورية على طلب مصر انعقاد المؤتمر على أرضها، لأنه كان تجربة عملية على نجاح مصر ونجاح مدينة شرم الشيخ. كان حاضر فيها أكثر من 10,000 واحد، وكانوا من كل المستويات، من رؤساء جمهوريات إلى رؤساء وزراء إلى وزراء إلى خبراء عالميين. وده كان زي ما بيقولوا يعني تجربة عملية قامت بها مصر، واستطاعت شرم الشيخ اللي هي تكاد تكون على مستوى العالم نوع فريد من المدن، عبارة عن منتجعات وفنادق وقاعات مؤتمرات كاملة جاهزة لاستيعاب أكثر من 30,000 و40,000 زائر. فهي مدينة الحقيقة يعني تعتبر كومباوند سياحي جاهز. نعم. مباشرة. غير بقى فرصة مصر انها تعرض محميات راس محمد ومحميات نبق ومحميات في جنوب سيناء، لان عندنا تراث مسجل في اليونسكو. احنا عندنا محمية راس محمد دي معلنة في اليونسكو. فطبعا هيجوا يشوفوا التنوع البيولوجي اللي احنا بنقول خلوا بالكم منه، علشان لو اندثر هذا النوع من التنوع البيولوجي يبقى مش بنتكلمش على نظم بيئية سليمة. الجزء الآخر وهو المهم اللي دايما بتهضم فيه حقوق الدول النامية، ويمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلماته في مؤتمر جلاسكو كان بيتكلم عن مصر وأفريقيا، لأن أفريقيا انبعاثاتها 4% والضرر فيها 95%. فبيتكلم على إنه دولة زي أفريقيا لا تترك دون تمويل، اللي دايما بيدعوا تمويلات ولا نتفق او لا ينفذ منها اكثر من 30-40%. المره دي يعني اعتقد ان مصر هيكون عندها وعليها مسؤوليه كبيره، ورئيس عبد الفتاح السيسي ان شاء الله قادر على انه يجلب للقاره الافريقيه الحد الادنى من تكلفه البرنامجين. برنامج التكيف وبرنامج خفض الانبعاثات. وبرنامج التكيف هو اللي مكلف، عشان اعمل زراعه بالصوب أو عشان أعمل طاقة شمسية أو عشان أعمل ري بالترشيد والتنقيط وإلى آخره، الفدان بيتكلف بال 30-40,000 جنيه. طبعًا. فطبعًا إحنا مش بنقول تمويل لمجرد التمويل، ده إحنا بنقدم لهم مشاريع مطلوب التنفيذ نتيجة التصحر اللي حصل عندنا والجفاف اللي حصل عندنا ودرجة الحرارة اللي أفسدت المانجو وأفسدت ثمار عديدة تأثرت بيها في مصر وفي دول أفريقيا. احنا كل اللي بنقوله عايزين دعم مالي نعمر بيه الفتره اللي بنسميها الفجوه الحاليه
ما بين الواقع وما بين المحمول. بشكرك دكتور مجدي علام مستشار برنامج المناخ العالمي. والحقيقة ان مصر بتعمل على يعني على الاثنين، على تقليل الانبعاثات وعلى التكيف، وزي ما قال دكتور مجدي هذه برامج مكلفة. لدينا واحدة من أكبر محطات في العالم ولم تكن الأكبر في أسوان للطاقة الشمسية، نتحول للطاقة الشمسية في كثير من المناطق، تحويل السيارات للعمل بالغاز، مشروع يعني مشروع حياة كريمة الضخم ده، كله أجزاء المختلفة هي أجزاء صديقة للبيئة. يعني في مشروعات كثيرة جدا في مصر، منظومة إدارة المخلفات كلها مشروعات تعمل مصر على أن تكون مشروعات صديقة للبيئة، مخفضة للانبعاثات، ولكن كل ده له ثمن. هذا التكيف وتقليل الانبعاثات ده له ثمن. ما تجيش انت تبقى مصدر الانبعاثات الاول وتيجي تقول لي ان انت محتاج تحول اقتصادك كله لاقتصاد صديق للبيئه، ده مكلف. وهو ده ما ستقوده مصر في المفاوضات، وده يعني طبعا قلناه في المؤتمر السابق، ولكن سيكون على مصر عبء اخر، لانه ما خرج به جلاسكو لم يكن ايضا مرضيا لكل الطموحات، خاصه للدول الناميه. فمصر عندها جوله مهمه جدا من المفاوضات ستقودها في شرم الشيخ، وهيكون طبعا يعني وقت مهم لترويج شرم الشيخ كمركز سياحي مهم جدا دوليا.